أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور. أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. برنامج أكثر من رأي أحبائي بنعمة الرب الأسبوع الجاي نحن نطلع كل يوم ثلاثاء بتوقيت سيدني 7:30 مساء، كل يوم ثلاثاء بتوقيت سيدني 7:30 مساء، لكن الأسبوع الجاي بنعمة الرب نحن رح نرجع ساعتنا ساعة واحدة بأستراليا، وهيدي الساعة لما بترجع بتأثر على باقي القارات، فياريت لو تسمحوا أنه تحسبوا حسابات إرجاع الساعة. يعني الآن مثلا عندنا الآن 7:30 مساء، عند بمصر مثلا 11:30 صباحا، فلازم تكون بالعملية بمصر إذا ما لعبتوا بالساعة يعني رجعتوها أو قدمتوها whatever، بتكون عندكم 10:30 على ما أظن، وهكذا. أحبائي حلقة اليوم بعنوان أنواع النيران في كلمة الله المقدسة، يعني في الكتاب المقدس. ومعنا بنعمة الرب ضيوف مباركين، معنا الأسيس الفاضل بالاستديو، الأسيس الفاضل هنري عازر، وهو راعي الكنيسة المعمدانية في كامبل تاون وخادم أيضا متجول في كل العالم، ونشكر ربنا أجله عنده خدمات متنوعة. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس هنري. أهلا بك أسيس جون، الرب يحفظك، وإن شاء الله بنعمة الرب يعطينا حلقة مباركة تكون مفيدة للناس، لأنه الناس محتاجة تسمع كلمة الله النقية الصالحة. أمين أمين، لصلاتي أن الرب يعمل بحلقة الليلة في النفوس. أمين، لأنه في نفوس كثيرة مستهزئة بهذا الموضوع، يعني موضوع النار اللي هي النار الجحيم. أيوه. طبعا نحن مش هنتكلم أحبائي عن نار الجحيم فقط، رح نتكلم عن أنواع النيران اللي دونها الكتاب المقدس، طبعا دونها الوحي في الكتاب المقدس. وطبعا معنا خادم الرب المبارك الأسيس شادي بقاعين من الأردن على سكايب، ومعنا بنعمة الرب الأب الفاضل الأب أفرام عباسي، رح ناخذ منه مكالمتين خلال التواصل. أسيس شادي أهلا وسهلا بحضرتك، الرب يباركك، وأهلا وسهلا فيك بالبرنامج. أهلا وسهلا أسيس جون، أنت وجميع المشاهدين، ضيفك موجود معك في الاستوديو كمان. الرب يباركك، الرب يباركك. إيه اللي بتحب تقولنا إياه بسرعة بهذا الموضوع؟ موضوع النار هذا؟ موضوع النار المتنوعة. يعني صراحة أول شيء أكيد في تشويه لبعض الأفكار بسبب تعددية العقائد والأفكار اتجاه هذا الموضوع بالذات، خصوصا الكلمة بحد ذاتها صراحة بتسبب نوع من الرهبة أو الرعب بسبب يبدو سلبية ما تفعل النار بطريقة يمكن بشعة جدا في العالم لما بنسمع عن حرائق أو إيذاء الآخرين. ويمكن البعض لما بيروح لقراءات معينة بيأخذها بحسب فكره واجتهاداته الشخصية وبيسقطها على إيماننا وعلى مفهوم إيماننا في الكتاب المقدس وعلى الله. ولكن إذا بنطلع على النار من جانب آخر، هناك أمور إيجابية بتفعلها النار، وأتوقع يمكن بخلال سياق الحديث الآن في الحلقة من خلالك سيس جون رح نتكلم يمكن كمان بطريقة إيجابية، مش بس عن المخاوف الإنسان اللي بيزرعها أو زرعها في ذهنه، لأنه هي كانت عم تخدم الإنسان. النار اللي خنسميها المادية، هناك مفاهيم كثير عن النار، هناك أمور رمزية عن النار، وهناك أمور معنوية عن النار، وهناك أمور حقيقية روحية يتكلم عنها الكتاب المقدس عن النار، فإن كان من ناحية التنقية أو من ناحية التطهير أو من ناحية الإيذاء، فيمكن خلال الحلقة رح نتكلم بطريقة أوسع أسيس. أمين، الرب يباركك أسيس، أشكرك جدا. طيب أسيس، بتحب تقلنا في البداية أي نقطة معينة أو بتحب ندخل في الموضوع دغري بنعمة الرب؟ ما عايز أقول في البداية أن النيران أو النار ليست فقط هي النار الحرفية اللي احنا نعرفها، لكن أيضا هناك نيران معنوية. معنوية يعني أقول لحضرتك وهنتكلم وهيجي الكلام
الفتية لما دخلوا النار دخلوا النار حرفيا. Yes. لكن لو نتكلم عن اضطهاد الشعب في القديم مثلا، دي نار بس نسميها نار معنوية وليست نار حرفية. يعني تكلم عنها الرسول بطرس في رسالته الأولى صح 4، تكلم عن هذا الاضطهاد على أنه البلوى المحرقة الحادثة بينكم. فهناك أنواع من النيران Yes. هنتكلم بها بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة ديت، بعضها مادي وبعضها. طيب ايه راح يعني انا لو تسمح ممكن يعني ادخل بتفاصيل. يعني نحن عندنا نار الاضطهاد، عندنا نار التأديب، عندنا نار المحبة، نار محبة الله طبعا يعني اللي هي النار النقية نار المحبة، عندنا نار الذبيحة اللي بتأكل الذبيحة وبعدين أكلت ذبيحة المسيح معنويا طبعا وروحيا، عندنا نار التنقية والتمحيص، عندنا الله مكتوب عنه كنار آكلة، وعندنا نار الغضب اللي هو الغضب على الأشرار لما ربنا أحيانا بيعاقب الأشرار بيسمح انه يكون في ينزل عليهم الغضب. عندك نار ابديه، نار اللي بتنزل على العصاة وبياخدوها زي ما تقول نار ابديه، نار جحيم ابدي. وعندنا بعدين مثلا عندنا النار اللي بيقول لك الكتاب المقدس بالمنطق البشري انه بيقول لك يعني ما فيش نار بلا دخان ولا في دخان بلا نار. فيعني لازم يكون في مسبب ولازم يكون في اسباب لازم. وعندك كمان النقطه اللي حابب اتكلم عنها قليلا اللي هي انه النار لها رائحه. طبعا وحتى النار المعنويه لها رائحه. طبعا. طيب ايه راي حضرتك ندخل في موضوع نار الاضطهاد؟ لانه راح نقسمها شويه بس طبعا عندنا مواضيع كثيره طبعا. نعم تفضل. يعني عايز في البدايه يس نتفق ونقول إن لكل نار مشعلها، من يشعلها، ولكل نار أسبابها، ولكل نار رائحتها. يعني لما تيجي تحرق بلاستيك تشم تعرف ده اللي بيتحرق ده صحيح. بلاستيك لما تحرق كاوتش تعرف ان ده كاوتش، او اقطان ماتيريال حاجات زي كده. فكل نار لها ريحه مميزه. نار الاضطهاد نار معنويه وليست نار حرفيه. أو قد يقود الاضطهاد كما حدث في الكنيسة في العصر الأول. الكنيسة كانوا بيحطون في النار عمليا حرفيا. لكن الاضطهاد بالصفة عامة عبارة عن نار زي ما قلنا. بطرس وصفها في رسالته أنها بلوى محرقة. يعني الاضطهاد لما بيجي على شعب. والرب ورانا مثل لهذا الاضطهاد في شعبه في القديم في مصر. الشعب في مصر دخل في نيران اضطهاد بلا سبب. بلا سبب. مين كان مشعل هذه النار؟ احنا قلنا الكل النار مشعلها. اللي أشعل هذه النار فرعون، خلينا نسميها شرارة يعني. فرعون. نعم. اللي هو بيمثل الشيطان. ده اللي قوم شعب مصر على بني إسرائيل. قال لهم دلوقتي هم عمالين يكتروا، وإذا حصلت حرب ويقفوا جنب العدو ويهربوا مننا ومش هيخدمونا، وطلع او حط في فكر الشعب المصري ان احنا لازم نذل الناس دي ونضطهد عشان يتنهم خاضعين ما يتنفسوش. فكان
الاضطهاد صعب جدا. يقول في خروج 1:10: هلما نحتال لهم لئلا ينمو فيكونوا إذا حدث حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فده السبب اللي خلى فرعون يقوم باضطهاد فظيع لهذا الشعب. خاف ان الشعب ده ينضم لأعدائه فيحصل هزيمة لفرعون، او انهم يهربوا منهم وما يبوش يخدموهم انيمور بعد كده. لان انت عارف ان هم بنوا مدن صح في مصر، بني اسرائيل. ريحة النار ديت، عايز اقول ريحة النار ديت محدش شمها غير الرب، خد بالك. نار الاضطهاد، هذه النار الله شمها. وعرف يقول في خروج 3:7-8: فقال الرب ان قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض. مين اللي شمها؟ وعرفها الرب. خد بال حضرتك، الله ما بيسكتش يا جماعة في أي اضطهاد، في أي اضطهاد. الرب شايف والرب عالم. اوعى تقول محدش شايفني، محدش داري بيا. لا، ليك اله شامم النار الاضطهاد، وفي وقته يسرع به لانقاذك كما انقذ شعبه في القديم من مصر. امين امين امين. طيب امين، رح تابع حضرة المخرج مع الاسيس شادي لو سمحت. الاسيس شادي اذا عم تسمعني لو سمحت، رح نتابع اذا بتحب تتابع بموضوع نار الاضطهاد. وهذا الأمر طبعا هام جدا بالنسبة للمؤمنين حاليا، لأنه حتى في كل عصر أهل الإيمان الحقيقي طبعا ذاقوا، مثل ما بيقولوا، ذاقوا الأمرين من جهة الاضطهاد. نار لازعة، لكن هي نار معنوية طبعا مؤلمة لأجل مجد الرب. بتحب ندخل عليها شوية أو ندخل على موضوع آخر؟ طبعا اتفضل يا محمد. طبعا اتفضل. هذا موضوع كان وما زال وسوف يبقى إلى مجيء المسيح مرة أخرى. صحيح. ما رح تنتهي موضوع نار الاضطهاد اللي بيشعلها بين البشر بسبب عدم قبول رأي الآخر، عدم قبول إيمان الآخر، عدم قبول مفهوم الآخر. فأنا مستعد أني أشعل هاي النار إن كان نار حقيقية، لأنه عبر التاريخ اللي بنعرفه، تاريخ الإيمان المسيحي، في ناس قدمت للنار، المؤمنين في المسيح بعدة طرق، إن كان للنار الفعلية الحقيقية أو للقتل أو للحرق أو عفوا تقديمهم للأسود أو الحيوانات المفترسة بشتى الطرق. فهذا الموضوع أتوقع للأسف ما زال موجود في دول كثيرة حول العالم. حتى النار هاي ممكن تكون من ناحية إشعالها، من ناحية الكلام البذيء واستخدامه والآخره. أنا شخصيا عندي هاي القناعة إنه بسبب اختلاف الفكر وبسبب الإيمان والقناعات الداخلية اللي ما بيقبلها الآخر، وبسبب إيماننا في المسيح، وإحنا مش أفضل من معلمنا المسيح اللي نفسه كان ذاق هذا النوع من الاضطهاد من أهل بيته ومن المجتمع اللي كان بيعيش فيه. بس اللي أصعب من هيك إنه مرات مش بسبب إيماننا، مرات بسبب تصرفات أخرى أن نلذع بهذه النار. والأسيس عم بيشارك، خطر عبالي مقطع من الكتاب المقدس مثلا، بيقول برسالة بطرس الرسول تلميذ يسوع، الرسالة الأولى إصحاح 4، بيقول: إن كان يتكلم أحد فأقوال الله، وإن كان يخدم فكأنه ينال قوة من الله، ولكن إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. أما من جهتنا فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. ولكن فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق
أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل. إذن إذا أنا ألذع بهذه النار المعنوية لأجل إيماني فطوبى إلي وطوبى لكل إنسان لأجل إيمانه في المسيح يسوع، لأنه هذا قد أعلمنا فيه والكتاب واضح جدا، وضع لنا لا أن نؤمن باسم المسيح فقط بل نتألم لأجل اسمه، والتألم بتكون بالنار مرات الحقيقية أو بالنار المعنوية اللي بتصدر من الآخر أسيس. أمين، أشكرك جدا، ربي يباركك. طب أحبائي، أنا طبعا رح رحب بالأب الفاضل الأب أفرام عباسي. أب أفرام، ربي يباركك، أهلا وسهلا بحضرتك. الله معكم، مساء الخير. مساء الخير، مساء الخير، شرف الحلقة وربي يباركك ويستخدمك. الله يخليك يطول عمرك، بنمسي عليكم وعلى كل الضيوف اللي موجودين معك سواء بالاستديو او على الخط، كثير يطول عمركم. ربي يخليك ويديمك. طبعا حضرتك بالكنيسه الكنيسه الارثوذكسيه الانتيوكيان تشيرش بولونغونغ. نعم. وطبعا نعم. انا طبعا الي يعني تشرفت بمعرفتك، شفتك عده مرات وقضينا وقت حلو، وانا فرحان انه حضرتك تكون معنا بالبرنامج اليوم. ايه اللي ممكن حضرتك بتحب تقولنا اياه اليوم بالنسبه لموضوع النيران المتنوعه؟ انا بفضل اذا بتخبرنا شويه عن 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 الجحيم، لانه في بعض رجال الدين من 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 ناس متنوعين بيقول لك الجحيم هو حاله، يعني زي ما تقول يعني كلمه بس للتخويف، لكن هو مش حاله صحيحه. ايه اللي بتقوله حضرتك؟ طبعا انواع النيران في كلمة ربنا في الكتاب المقدس متعددة. نعم. طبعا النار هي أحد وأهم القوى الطبيعية الثالثية الهامة في حياة الإنسان. يس. زي ما بتعرفوا اللي هو يعني الماء الهواء والنار هم أهم ثلاث أشياء بيستعملهم الإنسان منذ بداية الخلق، ومنشوف من البداية أنه هابيل لما قدم ذبيحة كون راعي غنم أكيد استعمل النار، ومنشوف النار انه للطعام للتدفئه لتقديم الذبائح، وكانت تعبد حتى بالعالم القديم النار. حلو. عند الشعب العبراني طبعا كان هناك صوره لحضور الله من خلال النار، سواء انه كان يسير مع الشعب من خلال عمود النار مع الشعب العبراني اللي كان يدل على حضور الله ورعايه الله لإله، سواء الله اللي كان يتكلم مع موسى من خلال عليقه المستهبه، ومن هناك كانت دعوته لقود الشعب العبراني في خروجه من مصر. طبعا وكم راعي كنيسة مار الياس، الله بيقبل تقدمة ذبيحة النبي الياس ويرسل نار من السماء. صحيح. دالا الشعب على أنه الإله الحقيقي وليس آلهة بعل وعشتروت. أمثلة كثيرة طبعا بالكتاب المقدس العهد القديم، ولكن كمان أيضا بنشوف بالعهد الجديد. طبعا يوم عيد ميلاد الكنيسة إذا بدنا نقول اللي هو يوم العنصرة، بنشوف الروح القدس ظهر على هيئة ألسنة نارية وحل على التلاميذ ليعطيهم قوة من العلا للبشارة، زي ما حل الروح القدس في عماد الرب يسوع على شكل حمامة حل على شكل ألسنة نارية يوم العنصرة. ومن هيك فحضور الله بواسطة النار أكيد معروفة، مشان هيك عندنا سبت النور بنسميه قبل أحد الفصح المجيد، والله وصف نفسه بالتثنية بسفر التثنية وبالعبرانيين لما حكى لأن الرب إلهك هو نار آكلة وإله غيور. طبعا هاي الجانب الإيجابي لحضور النار. الجانب السلبي أكيد كمان أمثلة للعقاب كمان ذكرت النار للعقاب اللي بعاد عن ربنا، وحتى سواء من أبليس اللي طرح في بحيرة النار هو وأعوانه، واللي كمان رح يضم طبعا أيضا جميع اللي خطأوا ورفضوا الرب يسوع وعصوا أوامره، اللي هي رح تكون هلا زي مثل الغني ولعازر إنه في هناك نار موجودة أكيد في عقاب، زي ما في أكيد في الحياة الأبدية للمؤمنين في كمان أيضا راح يكون في عقاب، وهي طبيعة الحياة للي رفضوا مش هي الله اللي راح يوقعها، ولكن هي اللي هم حطوا فيها نفسهم بهالمكان زي ما حكى الله
لآدم وحواء، لأنه يوم تأكلان منها عن الشجرة موتا تموتان، اللي هي عواقب الخطية ورفض الله. فهي النار موجودة والعقاب موجود، ولكن الطبيعة يمكن النار طبيعية مادية أو بطريقة ثانية، ولكن أكيد في عقاب. هل الذي برفض العقاب ما بعرف إذا يعني بتكون إن شاء الله، ولكن أكيد في عقاب وفي نار، في نار أبدية، وبحيرة النار اللي راح يطرح فيها الملائكة والشيطان وكل أعوانه. الملائكة اللي سقطوا مع إبليس. طبعا الملائكة اللي سقطوا مع إبليس في سفر الرؤيا. صحيح صحيح. أشكرك جدا، ربي باكك. طيب أنا طبعا برجع باخذ من حضرتك بعدين مكالمة ثانية بنعمة رب. أسيس، إيه اللي بتحب تقوله في موضوع النار الثانية؟ لأنه إحنا عندنا عدة أنواع من النيران، قلنا عن نار الاضطهاد. بس لما بنتكلم عن نار الاضطهاد يس، مش عايزين ننسى الفتية. الفتية سلسة. طيب منقولهم كمان، بس أنا لأنه شايف الساعة معنا عم تركض ركض، بعد معنا ساعة وخمس دقايق. هنقولها بسرعة. تفضل. يعني الفتية كلنا قرينا عنهم في سفر دانيال صح، ثلاث شباب حلوين، ثلاث شباب مكرسين نعم للرب، رفضوا السجود للتمثال، تمثال نبوخذ نصر نعم، اللي كان من ذهب. فلما رفضوا فنبوخذ نصر أمر بوضعهم في نار محماة 7 أضعاف. يعني غير عادية، نار غير عادية. فهنا احنا بنشوف، عايزين نعرف ايه اسباب النار دي. اسباب النار التمسك بشريعة الله ورفض السجود للتمثال، لان دي حاجة واضحة في شريعة الله، ان للرب الهك تسجد واياه وحده تعب. لا تصنع لك تمثالا او صورة او علشان تسجد لها. يبقى اول سبب التمسك بوصايا الرب وشريعته. السبب الثاني غضب الملك. يعني نبوخذ نصر قال لا يمكن بقى ان يبقى في حد يقف قدامي يعني ويكسر اوامري. علشان كده حمل اتون اكثر منه. السبب الثالث تمجيد اسم الله. الجمال في الموضوع انه المسيح ظهر معهم بالاتون. أيوة. وده امر مش سهل ابدا، يعني حاجه ما حصلتش يعني ولا مره قرانا عنها. الا مره واحده لما بنشوف انه ملاك الرب صعد في في في, في لهيب النار، النار نار المذبح في سفر الخضاع. يعني دي امور كلها بعد ما شافها نبوخذ نصر الملك اللي كان ملك ملوك، اخرجهم ومجد الرب. صار الحادث ده لتمجيد الله. حلو، دي نقطه حلوه دي. يعني في اضطهادات بتتحول لمجد الرب. طبعا. اوكي طبعا. علشان كده عايز اقول لكل واحد مضطهد، تحمل، انت في نار بس هينتج عنها تمجيد. تمجيد ده اسم الله. قلنا كل نار لها كمان رائحتها. يس. النار ديت ما كانش لها تأثير على الفتية، حتى ما كانش لها ريحة. لا شعرهم ولا ملابسهم كان فيها رائحة النار. يس. لكن الله اشتم منها رائحة تكريس هؤلاء الفتية. إن كنا إحنا بنجتاز في نيران اضطهادات مختلفة، لكن الله بيشتم منها رائحة تكريس الفرد المضطهد ده، وده لها قيمة كبيرة جدا ورائحتها ذكية جدا في أنف الرب. إن أنا أكون شخص مكرس لله، يعني لازم إن أنا أتحمل هذه النار. اولا هو مش هيخليني اشعر بيها، لان هو معايا في النار زي ما كان مع الفتي. yes. ثانيا هو هيتمجد منها. ثالثا هيشتم منها رائحة تكريسي.
طيب بتحب تحكي عن النقطة الثانية بسرعة؟ لأنه النقطة الثانية لازم نتكلم فيها مثلا عن نار التأديب، في نار تأديب. أيوة. يعني الرب حتى بيتكلم فيها أنه الله بيدخل البعض في التمحيص. أيوة. بيسموها نار التمحيص. مظبوط. فده أمر يعني لازم نحن كلنا ندخل به مثلا، أو أنه فقط العصاة من المؤمنين مثلا ولا إيه؟ نار التأديب طبعا للمؤمن اللي هو متهاون، أوكي، أو اللي مش عايز يرجع، فيضطر الله يقرص ويدخله في نار علشان يفوق. يس. علشان يتنقى. يس. عشان يخرج شخص حسب ما الله عايزه. يعني كما رأينا مثلا بحالة أورشليم لما كتب سفر إرميا كتب سفر المراثي، وبنشوف أنه قديش كانت متألمة كما لو أنها تذوب ذوبان. ونفس الأمر عن المسيح لما بيقول تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا، بنشوفه على الصليب كأنه بيقول كالشمع ذاب قلبي في وسط أمعائي. فكان عم يتأدب لأجلنا، لكن هو البار الكامل. طبعا. نعم. كمان بنشوفها واضحة في أيوب يا جماعة، ما كانش عملية سهلة. مش سهلة ان هو في يوم واحد يفقد ثروته، الثروة الحيوانية كلها فقدها، والعائلة وفقد 10 من أولاده مرة واحدة. فدي نار صعبة جدا، صعبة جدا. وبرضه ما قالناش الكتاب انه كان هو تحت تأديب. ما قالش، بس ايه احنا نفهمها. يعني في كانت حاجات في ايوب محتاجه تنقيه. يعني اقول مثلا في ايوب كان عنده حته البر الذاتي. يعني اسمع في حياه ايوب 27:6 يقول تمسكت ببري. شفت بقى بر الذاتي. تمسكت ببري لا أرخي، قلبي لا يعير يوما من أيامي. يعني يوم من أيامي، يعني ما بيعملش خطايا خالص، وما فيش حد كامل إلا المسيح. والمسيح لأنه هو الله. شوف في أيوب 33:9 قلت أنا بري بلا ذنب. مش عندي ذنب. ذكي أنا ولا إثم لي. واو. فكان عنده الحتة دي معتز بجد، محتاج يعالجه فيها الرب عايز يعالجه فيها. يس. ولما اجتاز بقى، لما اجتاز أيوب في هذه النار الصعبة، خرج منها تلاشى البر الذاتي، ويقول له قد علمت أنك تستطيع كل شيء. وحتى قال له سمع الأذن سمعت عنك، والآن قد رأتك عيني. يس. كنت فين يا أيوب من زمان؟ ما كانش شايف الحاجات، ما كانش متمتع برؤية الرب كده. وأيضا بيقول لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. أيوة. يعني رفض كل الأقوال اللي قالها. خلاص الأقوال اللي قالها والتمسك والتفكير التمسك اللي بيه. ما هو دي بقى اللي بتعمله النار، بتنقي زي الذهب وزي الفضة، بيبقى نتيجة التعاملات بالذهب والفضة يجي عليها غبار، يجي عليها أمور تخلي لمعانها يبهت. لكن ساعة ما تخش النار. يس. النار ما تقواش غير على الشوائب، تحرقها. لكن الدهب يبقى زي ما هو ويطلع. آمين. آمين. أشكرك جدا أسيس ربي باكك. أسيس شادي ربي باكك. طبعا في عنا يعني نقطة حلوة مثلا ذكرها الكتاب المقدس من جهة نار التأديب اللي بيتكلم عنها بعبرانيين 12، بيقول أنه يا ابني لا تحتقر تأديب الرب،
ولا تخر إذا أدبك، لأنه لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. فمنشوف أنه يعني إذا مرقنا بهذه الحالات مش لازم نحتقر أو نخور أو نفشل أو نزعل أو نعتب. إيه رأي حضرتك؟ مجرد سماع فكرة التأديب أو نار التأديب، إذا بنفكر بعقلانية وبمنطق بشري بحت، yes. حقيقة ما حدا فينا بحب قضية التأديب، حتى أبنائنا مرات بيرفضوا التأديب، ولكن لما بيعرفوا الموقف القلبي، الموقف الفكري اتجاه التأديب، وخصوصا لما الشخص بيرتكب خطأ، وممكن نعطي أمثلة عملية على التصرف مع أبنائنا، مع أنه هذا لا يعطي حق الله فعليا بين تأديبه لنا، لأنه فكر الله اتجاهنا هو حتى يرجعنا لأفضل صورة، وهي صورة الابن البكر يسوع المسيح. بس الكتاب مليء بعهديه بموضوع التأديب لهدف إرجاع أنفسنا، إرجاع أفكارنا. وأتوقع أنه جميعنا، أنا أول شخص بعترف أنه أنا أحتاج مرات في حياتي تأديب حتى أرجع بتوبة لمحبة ربنا ولقبول ربنا لإلي المستمر. والأسيس قبل شوي ضيفك اللي موجود بالاستوديو عم بيشارك عن هذا الموضوع، عن أيوب. أيوب نفسه كان في تضارب عديد، ولكن أيوب كان قبلان رغم الصراع اللي بيصير بحياته، تأديب الرب لحياته. مثلا في إصحاح 5 عدد 17 آية 17، هو نفسه بلسانه قال: هو ذا طوبى لرجل يؤدبه الله، فلا ترفض تأديب القدير. بس لما بيجوا أشخاص ما عندهم الاختبار الروحي الحقيقي بينه وبين الله، مستحيل يقبل فكرة التأديب، لأنه هي فكرة منفرة للإنسان بشكل عام. حتى في المدارس صاروا بيروحوا في إكستريم خاص بعيد. زمان كان في نوع من الضرب اللي بيكون للأولاد، طبعا اللي بيأذي التلاميذ، اللي احنا ممكن تعرضنا إنه في الماضي. عشان هيك هذا الفكر، فكر الإيذاء الجسدي، احنا بنرفضه. ولكن دائما الله الهدف من تأديب حتى يصحح أفكارنا الروحية ومسلكنا البشري تماما. أيوب عفوا بسفر الأمثال سليمان الحكيم آيات كثيرة ذكر عن التأديب، مثلا بإصحاح 3 من سفر الأمثال عدد 12 بيقول: الذي يحبه الرب. إذا كان في علاقة وطيدة، علاقة مميزة من أب لابن، بيقول: الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب ابن يسر به. ولكن بسفر المزامير في آيات بتدل تماما على أنه هناك في تمحيص لإخراج المعدن الأصيل، الفكر الأصيل اللي جوانا. بسفر المزامير بإصحاح 66 في آيات أنا حقيقة بستذكرها من وقت لوقت لحياتي ولحياة الرعية بالكنيسة، بيقول بالكتاب المقدس: باركوا إلهنا، بإصحاح بمزمور عفوا 66 عدد 8 لنهاية العدد 12: باركوا إلهنا يا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه، الجاعل أنفسنا في الحياة، ولكن لم يسلم أرجلنا إلى الزلل. بيقول: لأنك جرمتنا، أي امتحنتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة، أدخلتنا يا الله إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متننا، ركبت أناسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء، ثم أخرجتنا إلى الخصب. بما معناه كل نار التأديب اتجاهنا من الله كأب لأبناء في هدف بالأخير لتشكيلنا بالصورة الصحيحة جدا جدا. في مثل يوناني بيقول: تمتحن النار الذهب ويمتحن الذهب أخلاقنا. وكمان بيقول في مثل إيرلندي عجبني، بيقول: نار خفيفة تدفئ خير من نار قوية تحرق. أنا أتوقع أنه نار الله، نار التأديب، هي دائما لخيري ولخير أبنائه في كل مكان في هذا العالم. عشان هيك لا نحتقر هاي النار المميزة
اللي لما مرات محتاجين نوصلها بصورة إيجابية للناس اللي بيتكلم معهم. أسيس جون، ربي باكك، ربي باكك، اشكرك جدا. طيب اسيس، انا رح يعني عندي تدري يعني تدرج بالافكار، بس عم بفتكر انا خلي محبه نار المحبه شوي اخرها في نار اسمها نار الذبيحه قديما، نار خاصه بسموها نار الله اللي نزلها ربنا على الذبيحه بزمن موسى، لما يعني اول ما اسس الله قانون الذبائح نزل النار من السماء، كانت النار تنزل وتاكل الذبيحة، وتاكل الذبيحة دليل على ان الله قبل موافق. هلا والرب غضب من اولاد هارون الكاهن نداب وابيه وقاليه، لا وابيه، غضب منهم لانه استخدما نار غريبة. ايوه، والرب بيقول لك نزلت نار واكلتهم. ايوه، لانه احتقروا القرار الإلهي، وهذا النار اللي نزلت من السماء هي نار الغضب الإلهي اللي بدها تنزل على المسيح فوق تلة الجلجثة يوما ما. أيوة، فلما أنت بتجي بدك تلعب بموضوع ذبيحة المسيح وترخصها وتجيبها من هنا وهناك، فالظاهر كان في إشارة خطيرة في الموضوع ده. إيه رأي حضرتك؟ هي علامة مهمة جدا نزول النار على الذبيحة لتأكل الذبيحة، وشفناها واضحة وجلية على جبل الكرمل وقت إيليا لما كان بيقدم ذبيح. في الأول خلى أنبياء البعل يقدمون، وانت عارف القصة يعني، يا بعل أجبنا يا بعل أجبنا، ما كانش فيه آلهة وهمية، آلهة وهمية، وتقطعوا بالرماح والسيوف. أيوة، وسابهم لنص النار. يس، ما فيش حد يجي. لكن إيليا حط المية اللي هي ضد النار على الذبيحة، على الذبيحة والحطب، وكميات يعني ثن وثلثوا علشان يمنع أي شكوك. ونزلت نار من السماء أكلت الذبيحة وأكلت الحطب وأكلت التراب. فكان الشعب تحمس لعبادة الرب، وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله، الرب هو الله. فكان النار السماوية دي من الدلائل القوية على حضور الله وعلى موافقة الله وقبوله للذبيحة. والبعل بعدين صار في الأرض. طبعا بعد كده مسكهم وذبحهم. ده بزمن الذبح مش بزمننا نحن، زمن النعمة الحالي. نعم. فهذا ما حدث في الصليب. يس، يقول في مراثي أرميا أرسل من العلاء نارا سرت في عظام. النار دي ايه؟ دي نار إلهية ودليل على قبول ذبيحة المسيح كاملة. وأي شخص بيلعب بالنار دي، أي بمعنى بالمفهوم الروحاني والمعنوي، زي ما لعب بيها دول الاثنين كهنة أولاد هارون الكاهن، كان رئيس كهنة، واحتقروا موضوع النار. هو الرب قال لهم لازم تستخدموا النار الدائمة المشتعلة، فقاموا راحوا ما جابوا نار غريبة واستخدموها. فده كان أمر يعني بمعنى علامة خطيرة أنه نار الذبيحة هي نار الذبيحة، ما تلعبش بيها. أيوة، يس، نار الله هي نار الله. نعم، ما نجيبش نار من عندنا. يس، واللي بيرفض يعني زي ما تقول آلام المسيح وعذبات المسيح والنار والدينونة اللي المسيح. أكلت المسيح بالنيابة عن بني البشر لأنه صار حامل لخطيانا، دي مسؤولية كبيرة، ده خطر كبير على الناس اللي رافضين النار طبعا الإلهية على ذبيحة المسيح. طبعا، كما رفض أولاد هارون نار الله المقدسة واحتقروها، فكانت على طول النار أكلتهم وضاعوا بسبب تهاون. يس، امين. طب بكمل بذات الموضوع مع الاسيس شادي. الاسيس شادي بدي كمل بذات الموضوع، اذا بتحب تحط نقطه اضافيه
على نار الذبيحة، لأنه دي نار مهمة جدا جدا جدا. والمسيح مكتوب عنه بروح النبوءة بحسب مزمور 22 بيقول أنه كالشمع ذاب قلبي في وسط أمعائي، لأنه كان معلق على الصليب ونار العدل الإلهي عم تاكله كبديل لأنه حمل خطيانا. فبتحب تضيف بعض النقاط في هذا الموضوع، لأنه نار إلهية مهمة جدا، واللي بيحتقرها واللي بيرفضها رح يخسر فرصة تطهير خطاياه في المسيح. في جملة بدي أقرأها بيقول إن النار المنبعثة من المعاناة تصبح هي النور الذي يضيء الوعي. فكرة النار الذي تضيء الوعي، بس حتى أوصل للفكرة اللي كنت عم تحكي فيها أسيس، أتوقع أنه إخوتنا المستمعين والمشاهدين حول العالم، الشخص اللي عنده صراع فكري اتجاه ذبيحة المسيح أو النار اللي كانت تنزل على الذبائح في العهد القديم، والعهد القديم مليء بأنواع كثيرة من الذبائح، لما كانت تكون الذبائح بحسب بين قوسين فكر الله المرضي عنها، كانت نار تأتي وتأكل هذه الذبيحة وما حول الذبيحة باستمرار. ولما كانت تكون الذبائح بطريقة غير مقدسة، مش بحسب الفكر اللي كان من الله، كانت النار تأكل الأشخاص، وهي نار الدينونة ونار التأديب إلهم. وأتوقع أنه المسيح لما اجتاز في هذا النوع من النار في الكفارة، هو حتى زي ما أنت تفضلت يحمل الدينونة أو يأخذ الدينونة الكاملة، مش عنا إحنا اللي متكلم اليوم المشاهدين أو اللي ببرنامج حضرتك، ولكن عن جميع بني البشر. فكانت نار العدالة الإلهية على المسيح حتى يحفظ الجميع ويخلص الجميع، ولكن الجميع ما رح ينتفعوا إلا بقرارهم الخاص مباشرة. بس حتى نكون منطقيين، هناك ما زال كثيرين وكثيرات حول العالم بيسمعوا أو بيقرأوا يستهزئوا في نار العدالة الإلهية، مستهزئين تماما، ولهم حرية القبول والرفض، لأنه ما قدموا المسيح بقبول النار كذبيحة قدم. وليش بنقول ذبيحة؟ لأنه يوحنا المعمدان لما شاف المسيح في نهر الأردن عند المغطس قبل المعمودية، قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. والحمل هو الخروف الذي كان يقدم على المذبح، وكانت تأتي النار وتأكل هذه الذبيحة. واليوم إحنا نشكر الله لأجل محبته العملية التي أتمها في المسيح يسوع. ولكن إذا أنا قبلت أنا انتفعت، ولكن إذا أنا رفضت أنا نلت دينونة خطيرة جدا يا أسيس جون. عشان هيك النار اللي كانت بتنزل على الذبيحة وتأكل الذبيحة كان نار مرضي عنها أو الذبيحة مرضية عنها، ولكن إن لم تأكل الذبيحة فكانت الذبيحة غير مرضي عنها، فلا يشتم الله منها رائحة رضا والسرور يا أسيس جون. أمين، الرب يباركك أخي الحبيب. أسيس طبعا بدي أتكلم قليلا عن محبة. في محبة طبعا بين الناس، الأهل بيحبوا أولادهم، بيحبوا بناتهم. الأولاد قد يحبوا وقد لا يحبوا في هذا العصر، نحن وضع صعب حاليا، الأنظمة الغربية كتير عم تخلي الأولاد يكبر راسهم ويتمردوا على أهليهم. لكن بذات الوقت في عندنا محبة متنوعة، ممكن حتى البهائم حشاك يعني وحش المشاهدين، البهائم بتلاقيها بتحب بطريقة غريزية طبعا، وبتحتى مثلا عندك أجلك يعني وتكرموا بالعراقي وحشاكم باللبناني، الكلب بحب صاحبه. كل المحبة متنوعة، لكن أهم محبة في التاريخ وفي الوجود هي محبة الله لبني البشر، وخاصة أن يحبهم الله رغم خطاياهم وعصيانهم وتعديهم، اللي هي رأيناها بالمحبة بمحبة المسيح، محبة المسيح المكتوب عنها الفائقة المعرفة. أيوه، ايه رأي حضرتك؟ دي محبة وصفها الكتاب بأسلوب راقي جدا. تفضل. لكي تدركه مع جميع القديسين، مع جميع القديسين، محبة الله ما هو الطول والعرض والعمق والعلو، العمق والعلو، ما حدش قدر ان هو يوصلها او يحصرها ما حدش قدر يحصرها. يعني لما
تعرف حجم أي حاجة بتضرب العرض في الارتفاع في المساحة في العمق. لا يعني الحجم إنه بتعرف إذا بتعرف مساحة الأمر تضرب الطول بالعرض. طول بالعرض. لكن لما تجيب الحجم يبقى ثلاث أبعاد. يس. واخد بال حضرتك؟ المحبة حاول بقى يشوف طولها، يشوف عرضها، يشوف علوها وعمقها. وعمقها ما قدرش. الفائقة المعرفة. والكتاب كلمنا عنها في نشيد 8. نشيد الأنشاد صح 8 عدد 6 و7 بيقول: اجعلني كخاتم على قلبك على ساعدك، لأن المحبة قوية كالموت. كالموت. يس. المحبة قوية كالموت. الغيرة قاسية كالهوية. لهيب نار لظى الرب. لظى. شو رهيب. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. والسيول لا تغرقها. إن أعطى الإنسان كل ثروات بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. تحتقر احتقارا. شو هالكلام هذا؟ هذا كلام العروس أو كلام بتقول له لأنه جعلني كخاتم على قلبك. أيوه. وكخاتم على ساعدك. يعني العروس اللي هي إشارة للكنيسة بتحب أنه يحصرها المسيح حصر، وتكون هي أيضا يعني محيطة به وهو محيط بها بهالشكل يعني. أيوه. يه. وشايفة أن المحبة اللي بتربطها بالمسيح ومحبة المسيح لها ما فيش حد يقدر يتدخل ويوقف هذه المحبة. هللويا مجدا للرب. لا السيول ولا أي شيء يقدر. المياه الكثيرة تقدر أن تطفئ هذه المحبة. هللويا. يس آمين مجدا للرب. يعني لما بطرس جرب يمنع المسيح، لما المسيح له كل المجد كان عم يتكلم عن أنه بده هو يصلب. أيوه. قال له حشاك يا رب لا يكون لك هذا، وانتهره. صار ينتهر المسيح. فقال له الرب يسوع: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي. أنت معثرة لي. لأنك لا تهتم بما لله بل بما للناس. طيب أنا عندي مكالمة، وأحبائي طبعا راح أعرض فيديو صغير 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 بعد شوية، وخاصة بدي أربطه في موضوع الجحيم يعني، عشان أنا عم بتمهل قليلا من جهة أنه نعرض هذا الفيديو الصغير حتى نشوف كيف الناس مستهترة في أمر الجحيم. معنا مكالمة من الأخت نهال. الرب يباركك أخت نهال، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي حضرتك معنا على الهواء. سلام ونعم. أستاذ جون. يا سلام. سلام ونعم. حضرتك وبضيوف المباركين اللي أثروا الحلقة بجد بكلمة الله الغنية المليئة بالكنوز. والحقيقة حضرة الأستاذ جون أنا بغير من حضرتك في الكم الهائل من اختيار المواضيع الهامة، وده أكيد راجع لسجود حضرتك عند أقدام السيد عشان تنقل اللي على قلبه لشعبه، وزي ما بيقول الكتاب حسنة هي الغيرة في الحسنة. في البداية عايز أقول بخصوص موضوع النار إن إلهنا وصف بأنه نار آكلة وغيور، وده معناه أنه لا ولن يعطي مجده لآخر. yeah. مهما وصل هذا الشخص من قداسة، ودي كلمة بوشوش بيها المشاهدين في ودانهم، ومن له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح. yes. تاني حاجة عايز أقولها أنه النار الحرفية زي ما احنا عارفين بتحرق، وهنا عايز أنبر برضو على نار الشهوة والمؤمنين اللي بيسمحوا لنفسهم في بعض الأحيان ان هم يتفرجوا مثلا على الأفلام الإباحية بغرض الفرجة فقط، مدعين انها لا تؤثر عليهم. لا، الكتاب بيقول: أيأخذ انسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ صحيح. فده سؤال محتاجين إجابة بأمانة. ثالث حاجة نقطة حلوة اللي يهمني انا شخصيا ان احنا نتكلم عنها هي نار جهنم او نار الجحيم. انا برأيي الخاص انها نار حقيقية وليست رمزية، لأنه في مدارس كتير بتعلم بغير ذلك. وهذكر آية واحدة على سبيل المثال وليس الحصر عشان وقت البرنامج. yes. في رسالة تسالونيكي الثانية بيقول بولس الرسول: في نار لهيب معطينا نقمة للذين لا يعرفون الله ولا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. فده معناه أنه في قبول بينونة مخيف وغيرة نار عتيدة
أن تأكل المضادين. كل المضادين كلها ألفاظ تدل على أن النار دي حقيقية. آخر حاجة أحب أختم بيها كلامي هو سؤال سئلت بيه من أحد الملحدين وأحب أعرضه على حضراتكم، وهو قال لي كده بحصر اللفظ: إذا كنتم بتدعوا أنه في إله وهذا الإله إله محب لكنه في نظري إله ديكتاتوري، فإذا قبلت أنا حبه وما فعله من أجلي فيأخذني للسماء، ولكن إذا استخدمت حريتي في التعبير عن رأيي ولم أقبله فسيلقيني في نار جهنم الأبدية. فأنا رديت عليه وقلت له: يا حبيبي، إذا أنت لم ترضى أن تعيش معايا 70 أو 80 سنة زي ما بيقول الكتاب، فكيف تقبل فكرة أنه يرغمك أو يغصب عليك أن تعيش معايا أبدية لا نهاية لها؟ فإلهنا إله جنتل، هو بيقرأ على باب القلب، إن فتحت ليه الباب هيدخل ويعمل معاك علاقة، وإن لم تفتح فلم يرغمك. فإيه رأي حضراتكم في هذه النقطة؟ وهذا الله لما عين المختارين الوارثين للحياة الأبدية، وأكيد الباقي هيترموا في نار جهنم، هل كان هذا بعلمه السابق أم زي ما بنقول بالمصري كان عنده خيار وفقوس؟ أرجو التوضيح والرب يباركه. الرب يباكك، الرب يباكك. فقوس، فقوس يعني مئتة. أيوة. أوكي، فقوس. يس، أمين. الرب يباكك أخت نهال، نشكر الرب من أجلك. طيب نحن وصلنا نتكلم، انا اتكلمت مع حضرتك لان انا نسيت الدور بالحقيقه. احنا كنا بنتكلم عن نار محبه الله. يس اوكي، بس انه خلصت النقطه اللي حكيناها وخلصناها ولا؟ طيب امين. فاذا بدي انا اعرض حاليا مع الاحباء المشاهدين وبعدين بننتقل للاسيس شادي قليلا عن موضوع الفيديو، وبعدين طبعا بنجاوب على الاسئله اللي طرحتها الاخت نهال. ايوه. لانه حطت نقاط حلوه كتير. طيب الفيديو لو سمحت حضره المخرج حتى نوري ده، الفيديو للمغني الشهير، هو اسمه فريدي ميركوري، يعني فريد زئبق، هاي من العربي، يعني فريدي ميركوري يعني فريد زئبق. طيب ده هو طبعا شهير جدا وعنده شعوب بشكل يعني بالهبل بالاعداد مش طبيعيه. طبعا هو مات، لكن عملوا معه مقابله، والمقابله يعني سريعه جدا، وانا قلت له للمخرج يا ريت تعيدها مرتين حتى نقدر نلاحظها. عم يسالوه انه انت رايح على السماء يعني؟ قال له لا، انا حابب اروح على جهنم، وكان مفتخر بالموضوع. وبعدين قال له جهنم أفضل لأنه فيها أمور حلوة. وبعدين قال له للمذيع: وأنت بالمناسبة أنت كمان حتروح عليها. فيعني زي ما تقول استهتار وكذا. طبعا هو مات. أنا طبعا بتمنى أنه يكون من قلبي أنه هو قبل ما يودع ويفارق يكون قال له للرب ارحمني وسامحني، إن شاء الله يكون عملها. إذا ما عملهاش هو حيشوف جهنم بعينه، وده للأسف أمر مبكي، بس هي حقيقة لا نستطيع أن نهرب منها. تفضل حضرة المخرج. You think you're going to get to heaven? No, I don't want to. You don't want to? No, hell is much better. Look at the interesting people that you're going to meet down there. You're going to be there too, you know. You think you're going to get to heaven? No, I don't want to. You don't want to? No, hell is much better. Look at the interesting people that you're going to meet down there. You're going to be there too, you know. أمر محزن. قال له: تفتكر أنك رايح على السماء؟ قال له: نو. قال له: رايح جهنم أنا. قال: جهنم أفضل. وقال له: بالمناسبة أنت كمان حتروح عليها. طيب ألا يوجد حاليا ناس بالملايين عندهم هيدا الفكر؟ خلونا نشوف أحبائنا الخدام الأفاضل اللي معنا ما هو يعني شرحهم لهذه النقاط، يعني خاصة بنتكلم عن نار. نحن تكلمنا عن عدة نيران، بنتكلم الآن عن نار خاصة، هي نار التي مثل ما سمعنا من الأخت أيضا نهال أنه وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين طبعا، والمسيح لما يجي أيضا حيكون
جاي بلهيب نار معطي النقمة للذين لم يطيعوا إنجيل المسيح. فرح نسمع من الأسيس شادي قليلا عن موضوع نار الجحيم. للأسف أنا يعني تقابلت مع بعض رجال دين وحتى بنقرأ عن بعض التعليقات اللي بيسربوها عن أقوال رجال دين عظماء، مش عارف أنا عندهم اضطراب في هذا الموضوع، وبيقولوا أنه دي حالة، جهنم هي ستيت يعني هي حالة، لكن لا يمكن أنه الله المحب أنه يوضع الناس في جحيم أبدي. أسيس شادي إيه رأي حضرتك؟ تفضل. شكرا أسيس جون، وشكرا للأخت اللي سألت، وشكرا لكل الأشخاص اللي بتعبوا معك في إعداد البرنامج. حقيقة زي ما أنا يمكن بالبداية كنت عم بتكلم معك قلت أنه في كثير مدارس وعقائد اتجاه موضوع النار، هل هي رمزية أو هي نار حقيقية. ولكن يعني الشيء الغريب، أو مش الشيء الغريب عفوا، إحنا بنشوف الكتاب المقدس من بدايته لنهايته يتكلم عن نار حقيقية. yes. نار حقيقية 100%، نار ملموسة. ولو جينا حتى للعهد الجديد، المثل اللي حكاه المسيح وهو قصة واقعية، لأنه ذكر فيها أسماء، ذكر فيها شخصيات، ذكر فيها وقائع، مثل قضية لعازر والرجل الغني. بيقول إنه الرجل الغني فتح عيونه وقال لأني معذب في هذا اللهيب. في شيء حقيقي ملموس. أنا أتوقع إنه الملحد اللي كان بيسأل الأخت نهيل عن موضوع هل الله هذا هو عادل ومحب إنه يضعني في النار، أتوقع لو الله لم يعلم مسبقا عن هذا الموضوع لكان إله ظالم. يعني إذا أنا بأدب أبنائي بدون ما أربيهم على قوانين وأسلوب معين بالحياة، وباجي بأدبهم بدون ما أكون حطيت في أنا وزوجتي رولز معينة بالحياة، بكون أنا ظالم وأم ظالمة. ولكن الله وضع كل هاي الأحداث مسبقا بحسب كلمته اللي إحنا بنآمن فيها. فمثلا برسالة روميا بيقول الكتاب المقدس: لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان. بعدين كملوا بيقول: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. فالموضوع موضوع حساس جدا، ولكن القضية فينا إحنا عم نرفض عدالة الله. كثير من بين البشر حتى للأسف في داخل الكنائس ناس مؤمنين بيرفضوا أن هناك في عدالة وفي دينونة وفي عقاب، لا، كلنا بنركز فقط على محبة الله. ولو فكرنا فقط في محبة الله بدون عدالة الله بيكون في مشكلة في ذات الله نفسه. حتى أنه الكتاب المقدس وإخوتي اللي ذكروا أكثر من مرة عن الله في الكتاب المقدس ذكر أنه إلهنا نار آكلة، ولكن مش الهدف التخويف ولا الهدف إثارة الرعب في دواخلنا اتجاه هذا الإله، لأنه الله أعلن عن نفسه أنه الله إله محبة بنفس الوقت. فإذا لا عدالته ترتفع على محبته ولا محبته تضغو على عدالته. أنا شخصيا أؤمن أنه في يوم الدينونة الذي سوف نقف فيه أمام الله، وهناك أشخاص على الأرض في هذا اليوم عندهم الإمكانية المطلقة أن يقبلوا هذا الفكر أو أن يرفضوا 100%. في الكتاب المقدس بيقول مثلا بسفر الأمثال إصحاح 12 عدد 1 بيقول: من يحب مثلا التأديب يحب المعرفة، ولكن من يبغض التوبيخ فهو بليد. والبليد الشخص ممكن يكون مثقف متعلم لديه الخبرة الواسعة في المعلومات والبحث، ولكن بليد بأنه يرفض تماما نار التأديب المباشرة من الله اللي راح تكون مش بالوقت الحاضر فقط ولكن إلى أبد الآبدين بقرارنا. النار التي خلقها الله للدينونة على فكرة لم يخلقها للإنسان فعليا، ولكن الإنسان أخذ بقراره أن يكون فيها. ولكن الكتاب بيقول النار التي أعدها لإبليس وملائكة الساقطين. وأنا أتوقع هاي فلسفة يمكن كان لإبليس وكل الملائكة لحظة معينة من الزمن أن يختاروا أن يبقوا مع الله أو أن يرفضوا الله، والموضوع انتهى بالنسبة لكل مملكة إبليس مملكة الظلم. أما الشيء المتميز للإنسان
أن هناك حرية الاختيار لآخر يوم، وأنا عايش أن أكون مع الله أو أن أرفض أن أكون مع الله. واحدة من الجمل اللي حبيتها بيقول: خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. الهدف حتى يكون في إذابة للقلوب الصخرية والحجرية اللي بيتكلم فيها، وهي المطرقة، مطرقة كلمة الله، إذا أنا بقبل أو ما بقبل أسيس جون. طيب سؤال سريع. الأخت نهال قالت إنه ربنا، هل ربنا عين ناس للسماء وناس للجحيم؟ وكما لو انه مثل ما قالت حضرتها، قالت لانه في ناس خيار وفي ناس فقوس يعني مثلا، او انه نعم تفضل أسيس. يعني في موضوع الاختيار، هذا موضوع شوي حساس فكريا كمان كنسيين، ولكن انا شخصيا لا اؤمن بانه الله عين ناس للهلاك وعين ناس للراحه الابديه، لانه لو بفكر الله هناك هذا التعيين، ليش اعطاني العقل؟ ليش أعطاني حرية هذا الإبداع؟ ليش أعطاني حرية الاختيار؟ وهي مفاهيم نسقطها إحنا مرات على بعضنا البعض وعلى الله نفسه. الله من البداية جعل أمامنا الخير والشر، جعل أمامنا باب الحياة وباب الدينونة، فلنا حرية الاختيار. بيقول حتى بسفر الجامعة: وضعت أمامك الموت والحياة فاختر بينهما. بس الإنسان فينا للأسف بيختار دائما اللي بيشبع أهواءه وأفكاره، وبنيجي بنضع هناك على الله إسقاط خار بأنه خلص الله اختارني للدينونة والنار والهلاك، فخلص خليني أساوي اللي بدي إياه، أو الله اختار آخرين أنهم يكونوا معاه للحياة الأبدية. فأتوقع هذا إسقاط الله غير حقيقي بالنسبة لي أسيس. أنا كمان نفس الشيء أسيس شادي، ربي باكك. أنا شخصيا أحبائي، بس حتى كمان أنا أوافق القس شادي جدا جدا في هذا الموضوع. ليش؟ من مبادئ قالها الأسيس شادي، ومن مبادئ تاني أنه إذا قلنا أنه الله العادل المحب اللي بيحب خليقته بيحبني البشر وبيزعل على أي نفس بتهلك وبترفض الخلاص والحياة الأبدية، معناها فإذا ربنا عم يعمل علينا تمثيلية أنه هو بحب لكن ما بحبش الكل، وهو عادل بس هو مش عادل مع الكل. فإذا ضربنا صفات الله بهيدي الحقيقة بهي الطريقة، ضربنا شخص الله، والله كامل، كامل في كل أمر. ومن والإنجيل بيقلنا أنه ليس فيه ظلم البتة، ليس فيه ظلم البتة. هلأ البعض قال أنه ربنا اختار قبل تأسيس العالم مجموعة معينة، لا، هو عرف. رومية 8 بيقلنا: لأن الذين سبق الله، سبق الله فعرفهم، سبق فعرفهم، سبق فعينهم. هو عارف مين اللي راح يستجيب للدعوة والتوبة ويقبل المسيح. سبق فعرفهم، سبق فعينهم، واللي عرفهم وعينهم هؤلاء دعاهم، واللي دعاهم أرسل لهم دعوة الإنجيل، هؤلاء بررهم. طيب واللي بررهم هؤلاء مجدهم، أي بمعنى أعطانا الوحي المقدس، كما لو أنه العمل دان، عمل الله بنظر الله كامل. نحن الآن نعيش ونختبر التاريخ ونختبر الوضع والحياة، بس بالنسبة لله شايف كل شيء، مكشوف وعريان كل شيء قدامه. طيب فإذا هو الله لم يتدخل بأنه يرفض واحد ويقبل واحد، بل الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أوكي، هلأ بما أنه الله بحب الكل يخلص، بعض الأحبة حكيت معهم أنا وقالوا لي: لا، هو بحب الكل يخلص، أي اللي هو اختارهم. دي تمثيلية يا أحبائي، ده بيضرب شخص الله. فأي رأي حضرتك أسيس هنري؟ تفضل. لا، أنا في اعتقادي اختيار الله ليس للحياة الأبدية، للخدمة فقط، لكن للخدمة والشهادة. يعني حضرتك خادم اختارك للخدمة. أيوة. دي اختيار. مش كل مؤمن يبقى خادم وشاهد. لا، لكن كل مؤمن ليه حياة أبدية. كل إنسان بيعرض عليه رب الحياة الأبدية. لا لا لا، موضوع الاختيار. وأنا لاحظت، لو قطعتك معلش، يجي تعبالي الفكرة، لاحظت أنه الشخص اللي بيكون عنده هذا التفكير أنه الله اختار مجموعة دون بيصير عنده انتفاخ تقريبا بدون ما يحس، مثل أيوب. وبيصير عنده شعور أنه ما بيعود يقنع الناس
بالكرازة والبشارة، لأنه خلاص اللي بده يجي بده يجي، واللي ما بده يجي ما بده يجي. آه وهنبشر ليه، صار في نوع من تخدير بالقلب والمشاعر والمحبة. آه لا ما ينفعش هذا المبدأ، ما يعني لا يصلح بالنسبة لله يعني الله العادل. yes. المحب ومحب للجميع مع مبدأ إنه هو بيختار ناس yes. طبعا أنا أحبائي اللي عم يسمعونا، يعني أنا حضرتك حر بتفكيرك، وطبعا ربنا مش هيكبك بجهنم لأنك غلطان بتفكيرك، أو يكبني بجهنم لأني أنا ما قبلتش فكرة إنه ربنا يختار، بل ربنا بحب الجميع وبيعرض خلاصه على الجميع. والرب حتى بالعدة أمكنة بيقلنا أنه مددت يدي طول النهار، مددت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. والمسيح أيضا لما بكى على أورشليم، ودي نقطة مهمة جدا، نازل عن جبل الزيتون وبدو يدخل على الحمار والأتان، الجحش والأتان، وقف عن منحدر جبل الزيتون بحسب لوقا 19:40-41 بتصور، وبيقول نظر إلى المدينة مدينة أورشليم وبكى عليها. وكلمة بكى يعني رثاها وندبها بحسب الكلمة اليونانية. طب ليش عم تبكيها يا رب يسوع؟ ما أنت عارف اللي بدهم يخلصوا واللي ما بدهم يخلصوا. إذا عم يورينا قلب المسيح الخادم المحب الإله الطيب الصالح إلى ما هنالك والفادي، عم يبكي عليها. وهو قال له لو أنك علمت ما هو لسلامك لكن الآن قد أخفي عن عينيك. ليه؟ لأنه تأتي أيام بك يحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك من كل جانب طبعا، ويهدمونك وبنيك فيك لأنك لم تعرف زمان افتقادك. إذا في الله بيفتقد النفس، والنفس اللي بترفض هي النفس بتجلب على نفسها عليها على حالها دينونة. بس الله ما بيكره الإنسان، الله بيحب الناس، وأن الله يريد جميع الناس يخلصون. وهكذا بيقول عنه كتاب المقدس، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد أي المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. رح يأخذ مكالمة من الأب الفاضل الأب أفرام عباسي ونرجع مع حضرتك. طيب أب أفرام إذا عم تسمعني من الشاشة لو تسمح تتواصل معنا، بناخذ تعليق من الأسيس هنري بعد. طيب عندنا مكالمة تليفونية وبنتواصل مع الأب أفرام لو سمحت. طيب أهلا وسهلا أخت إيفون، الرب يباركك، تفضلي حضرتك على الهواء. ربنا يباركك ويبارك ضيوفك يا أستاذ جون ويبارك البرنامج أكثر بالرائع. أنا مش عاوزة أضيع الوقت، أنا هقول لك أخت حصل معايا بالظبط من 5 أسابيع أو 6 أسابيع. أنا ليا أخ كان رافض المسيح تماما. نعم. عنده علم بالإنجيل، عنده علم بكل حاجة، كان رافض تماما تماما قبول المسيح. نعم. وبيقول إن دي خرافات ولا أروح جهنم، وزي ما الممثل ده أو المغني كان بيقول. وبعدين كتاب في المستشفى، أنا في يوم بقيت أصرخ وأتخانق مع ربنا. يس. أقول له يعني أنت ما تقدرش العيلة كلها تروح السماء إلا هو، وده في إيدك وده مسؤوليتك، وتقدر تبعت روحك القدوس تبكته. المهم أنه ثاني يوم رحت قعدت على كرسي قدامه ورفع إيدي ناحيته كده بصلي، فراه وعمل لي حركة كأنه ضم إيديه على بعض زي لما بنصلي كده نبقى صغنانين ونصلي. وبعدين أنا قلت الأسامي قال لي نروح له الصبح، فراح معايا للصبح، وبعد كده كلمه عن المسيح، لان انا اخترت الاسيس حمدي لانه يعرفه شخصيا. قبل كده حاول يكلمه قال لي ده رافض، ده عنيد خالص. يعني قبلها بسنين. المهم كلمه عن المسيح قال له بص انت بتموت وابديتك قدامك. فقعد يكلمه، يعني انا مش هقدر اكرر الكلام اللي قاله الاسيس حمدي علشان الوقت. المهم انه صبري وافق، اخويا اسمه صبري وافق على ان المسيح مخلص شخصي وانه مات علشانه انه ربه والهه. هللويا. وبعدين يوم انا رجعت عاد يوم الصبح بيكلموني، يعني مراته بتقول لي انت رحتي له امبارح؟ قلت لها ايوه حصل كذا. قالت لي المستشفى كلها بيقولوا ليه هو بقى هادي قوي، وكان اجريسيف قوي، بقى هادي جدا
واولاده بيقولوا داد كان يعني في منتهى اللطف اللي حصل. امين. رحت له بقى تاني يوم وشه اتغير امام الله، وشه اتغير مجدا للرب، شكله حلو. وبعد كده الكلام ده كان الجمعه، احنا رحنا له، فكنت بروح له كل يوم. يوم الثلاث مشينا من عنده 8:30، الساعه 9:10 طلبونا، قالوا لنا مات، وكان سلام فرجعنا في الحال. صدقني كان شكل واحد حلو نايم، ربي شكله كان جميل، مجدا للرب. ربي بارك. انا يعني انا خفت برضه لألا اكون موهومه، لكن الاسيس حمدي اكد لي لا ده قبل وباكيد راح يستمع. اشكر الرب، اشكر الرب. طيب ما فيش حاجه بعيده على روح الله انه يقدر يروح يبكت لو احنا بس طلبنا إصرار للأشخاص الثانية. هللويا. احنا مبقاش أنانيين نطلب ده. ربي باكك، شكرا جدا، شكرا جزيلا أخت إيفون، ربي باكك. أحبائي طبعا اللي عم تقوله الأخت إيفون هو طبعا أمر مهم جدا، ونحن شفناه بعيوننا كذا مرة كخدام. دائما النفوس لما بيوصلوا لحالة الخطر واقتراب شبح الموت هم بيبقوا عم بيكابروا، وفي كبرياء وفي عناد انه هو مش حيخضع بسهولة، بس لما بيستحق الموضوع وبيوصل لمرحلة انه خلص في موت ورايح إلى أبدية مظلمة مش عارف حاله وين رايح، ناس كتار منهم بيصرخوا بيقولوا ارحمني اللهم أنا الخاطي، وبيقبلوا المسيح مخلص شخصي لحياتهم، رب المجد اللي أخذ جسد بشري من العذراء مريم ومات عنهم على عود الصليب. طبعا الله روح ما بيموت، دايما بذكر أحبائنا خاصة المسلمين لأنه بيعاندوا بهذا الموضوع، الله ما بيموت، المسيح مات بجسده البشري بس لأنه هو الله في جوهره، فبالتالي ذبيحة ذبيحة إلهية تستطيع أن تكفر عن كل بني البشر. أب أفرام ربي باكك، أهلا وسهلا بعودتك. الله خليك طولنا عليك. ربي خليك، طولنا عليك شوية حتى ناخد الكونكلوجن الخلاصة من حضرتك. إيه اللي حضرتك ممكن تقوله في هيدا في الأحاديث كلها على بعضها، وماذا وضع الرب على قلبك من كلام؟ تفضل. يعني فينا نربط النار التنقية والتمحيص بالأخير، نعم، لأنه بالنار سيختبر الأشياء كلها، ستعلن وستمتحن كل واحد كما هو، زي ما حكى بولس الرسول برسالته لكورنثوس، نربطها بقول الرب يسوع المسيح اللي قال من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويكفر بنفسه ويتبعني. نعم. فمشان هيك منشوف بالنهاية كل إنسان يمكن مؤمن، وكل إنسان بجاهد من أجل عمل الرب يسوع المسيح، مش بس قيادات الكنيسة والمسؤولين على الكنيسة، وإنما كل مسيحي معمد وعنده مسؤولية بأنه يحمل هالصليب ويمر بهالنار. هاي أظن اللي هي مقصود فيها الاختبار اللي كل إنسان راح يمر فيه لحتى يوصل وتنتهي خدمته على الأرض. كل إنسان بده يحمل الصليب هو يمكن راح يمر بهالنار التنقية وهالتمحيص لحتى نوصل للملكوت السماوي. وإن شاء الله بتكون هالنار هاي هالاختبار لكل واحد يبين المعدن تبعه، سواء ذهب سواء قش سواء فضة خشب، فكل واحد راح يبين العمل تبعه اللي راح بالنتيجة طبعا بإيمانه ومعموديته وخلاصه راح يوصل للحياة الأبدية اللي كنا طبعا أكيد مترجينها، واللي كنا نطلب أنه نبعد عن نار جهنم بغض النظر شو ما كانت طبيعتها، لأنه كثير استرسلوا أخوتنا والأحباء بوصف النار اللي طبعا كلنا إن شاء الله بنكون بعاد عنها إن شاء الله بقوة الرب يسوع المسيح. فإن شاء الله كنا بتكون هالمرور هالحياة هاي هالنار هاي التنقية وهالتمحيص هاي صليب إلنا اللي بنحمله ليوصلنا هالصليب للقيامة ونور القيامة. أشكرك جدا، ربي باكك، أشكرك جدا جدا. حتكون معنا بعد كم أسبوع بنعمة الرب، حتكون معنا بعد كم أسبوع بنعمة الرب في الاستوديو بنعمة الرب إن شاء الله. آمين. إن شاء الله قسيس الرب أنت والقناة إن شاء الله العزيزة على قلبنا، وإن شاء الله حلقة تكون مثمرة تؤدي للخلاص الحياة الأبدية وتبعدنا عن النار الأخرة ونار الجحنم من الله. الرب يخلينا إياك، وسلام وسماحة لسيادة المطران باسيليوس،
باسيليوس مش كده؟ باسيليوس طبعا مش نعم لا طبعا نعم سلام المطران للمطران يس امين. الله الرب يخليكم ويطول يباركك عمرك وشكرا للمشاركة. وسعيدك. امين الرب يحفظك. الله يطول عمرك. سلام الله المسيح معك. الله باي باي يخليك. باي باي. أسيس هنري طبعا احنا بعد معنا حوالي 10 دقائق 11 دقيقة او 12 دقيقة بالكثير اذا ما غطناه واخذنا دقيقتين من المخرج. في نار وفي عقاب ودي قناعاتنا والكتاب المقدس بيقول كده وكله تمام التمام والله إلهنا نار آكلة من قداسته عم نحكي، لكن طبعا الغضب الإلهي على الخطاة رح يكون عظيم لأنه رفضوا ذبيحة المسيح. وده سؤال سألته الأخت نهال إنه يعني ربنا إذا بقبل المسيح بيخلصني وبيرضى علي، ما قبلتش حينزلني بجهنم. طبعا هو مش كده، هو الناس عندهم أفكار مغلوطة جدا. اصلا الله عم يترجى الانسان بالروح القدس ومن خلال الناس المؤمنين حتى يقبلوا حتى هم ينجوا، لانه اللي مش قبلان هو رايح. فتفضل ايه راي حضرتك؟ من حنان الرب نعم وتقديره للانسان كان ممكن يخليه مسير وليس مخير. يس يعني انت هتمشي كده في الطريق ده وهتوصل كده وهو كده. لا لكن انا لا الام فيما بعد لانه الله يلام مش انا. ايه لا هو تارك الحرية كاملة للانسان. فده تقدير للانسان. تقدير بيقدرني بيقول لي يا حبيبي انت قدامك طريق الحياة وقدامك طريق الموت. يس لو خدت رأيي خد طريق الحياة، اقبل الحياة. وبيبعد ما بيرغمنيش. يس وبيسيب لي الاختيار. لما انا امشي برجلي في طريق الموت ما جيش الوم الرب. ده انا اللي بإرادتي الكاملة اخترت هذا الطريق. طريق إلى جهنم أنا اللي اخترته. لكن الرب في حنانه كان نفسه أن أنا أمشي في طريق الحياة. يس وجهز لي كل شيء أكتر من هو قدم نفسه ومات على الصليب عشان يفتح لي الطريق ده اللي كان مغلق. عمل كل ما عليه. محدش يقدر يلوم الرب أبدا. يس محدش يقدر يلوم الرب. لا تلوم إلا نفسك إذا اخترت طريق الموت، لأن هو جهز كل شيء للحياة وبقى إن أنا أختار. هل تختار الحياة أم تختار الموت؟ ده قرارك أنت، ده قرارك أنت مش قرار حد تاني، وأنت المسؤول عنه وأنت اللي هتحصل بعد ذلك. يا إما حياة أبدية يا إما جحيم أبدي. فإذا يعني ما بيقدرش أي واحد يقول أنه ربنا هو اللي وداني. لا لا ده قرارك الشخصي يا إنسان. وإذا ضليت تعاند مثل ما قيل قديما بزمن الطوفان الله بيقول لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. مش يعني حيبقى حيظل يلاحقك لا لا هو بيبعت صوت خفيف وبيبعت تجارب وبيبعت حاجات علشان الإنسان ينتبه. بيبعت أشخاص تكلمنا خدام قنوات في التيفي شانل في الراديو أي حاجة بحيث يوصل الرسالة لكل واحد علشان ما يقولش انا ما سمعتش انا ما عرفتش. لا الله عادل ومش مش بيرغم حد على شيء. صحيح صحيح ابدا. طيب مجدا للرب. انا رح باخد الاسيس شادي اذا كان معنا بعد شويه امكانيه نتواصل مع حضرتك ناخد التعليق السريع الاخير، واذا والا بنودي حضرتك بعد الاسيس شادي بقليل. اسيس شادي الرب يباركك. طبعا في طرق للنجاة، ما هي أقصر الطرق للنجاة والهروب
والهروب من الغضب لأنه بسبب الخطايا ولأنه الله سيدين العالم، وهذا أمر مفروغ منه. يعني المسيح هو ديان 100%، الدينونة كلها بيد المسيح ابن الله الحي. فايه هي اقصر الطرق لضمانه الحياه الابديه، ومش انه يعني بمعنى انه ضل انا متذبذب بالتاكيد بين اليقين وعدم اليقين. تفضل حضرتك. اقصر الطرق وافضلها الهروب ليس من الله، الهروب الى الله. حلو. لانه الكتاب المقدس قال بتعريف مميز جدا برسائل يوحنا، الله محبه. الله محبة. فإذا أنا بدي أهرب منه، معناته أنا خايف إنه هذا للأسف التفكير اللي موجود مرات بسبب تعاليم ديانات ورجال دين عن الله، قديش مرات للأسف توصل الصورة بشعة جدا. بس مثلا بالكتاب المقدس برسالة العبرانيين بيقول: فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، عبرانيين 10:26، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. من خالف ناموس موسى فعلى شهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. فكم عقابا أشر تظنون إنه حسبنا مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به أنه إحنا تدسنا فيه. ولكن وازدر بروح النعمة. يا أحبائي، أتوقع إحنا مشكلتنا أنه نقلل من هذه النعمة، نعمة الله اللي أحب جميع بني البشر بموت ابنه وأخذ الدينون العادلة. لذلك الدعوة دائما بإيدين ربنا مفتوحة: تعالوا إلي. هاي دعوة المسيح لكل بني البشر: تعالوا إلي، أنا المحبة العملية. بدي أذكر آخر شغلتين سريعات سيس جون بتسمح لي. تفضل. برسالة بالعهد الجديد وسفر أشعيا بالذات، بيقول أشعيا شعر نفسه أنه نجس، شعر نفسه أنه غير، في عنده مشاكل بحياته. بيقول أنا نجس الشفتين، أنا في قلبي أمور مش كويسة، وسخة إنجاز التعبير، أنا عندي أفكار مش كويسة. فبيقول الكتاب المقدس أنه شاف ملاك موجود أمام الله، أخذ جمرة من على المذبح. هاي الصورة اللي شافها النبي أشعيا، اللي بيحب يرجع يقرأ بإصحاح 6، بيقول: وأخذ جمرة وأخذ بملقط هاي الجمرة من على المذبح، المذبح الذي تشتعل عليه النار باستمرار، ومس بها شفتاي. بيقول الكتاب المقدس لأشعيا بالروح القدس: فانتزع إثمك وكفر عن خطيئتك. مباشرة كان في حديث بين الله وبين أشعيا: من أرسل ومن يذهب بالأرجلنا؟ فقال أشعيا: يا رب، ها أنا ذا أرسلني. صحيح الموضوع كان عن التطهير وإطلاقه للخدمة، ولكن أنا عم بطلع قديش هاي النار ما حرقته جسديا، هي حرقت كل إشي نجس بفكره بحياته، وأعطت رمز التطهير الحقيقي اللي في العهد الجديد. هذا التطهير يتم من خلال كفارة المسيح. بيقول إنه دم المسيح يطهر من كل إثم وخطيئة بسبب محبته العادلة. وأيضا بدي أختم بهاي الآيات في العهد الجديد، ذكرها أبونا قبل شوي بسفر أعمال الرسل، إنه التلاميذ لما حل الروح القدس عليهم، هل بيقول: وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس. حلو. أتوقع في هاي الأيام نار روح القدس هي التي تطهر، ونار الله القدوس اللي بتخلي الإنسان فينا يكون في علاقة متينة بينه وبين الله. هاي المحبة العملية، النار التي تطهر والنار التي تجذب للملكوت، مش النار التي تنفر في هاي الأيام باسم يسوع المسيح. رائع، رائع جدا. ربي باكك، يعني عطيت نقطة حلوة كتير، انه الناس ما تخاف من ربنا، بالعكس المسيح احتمل نار الدينونة لأجلنا حتى نحن ننال بشخصه الحياة الأبدية. ربي باكك. أشكرك جدا أسيس شادي، نشكر ربنا أجلك جدا جدا، بنعمة رب نتقابل معك فيما بعد. أسيس إيه اللي بتحب تقوله آخر كلمتين ولو دقيقة لو سمحت؟ عايز أقول لكل إنسان متهاون بعيد، في نار، في نار معدة أصلا لإبليس وجنوده. إن حبيت تتبع إبليس فهذه النار هي مصيرك، لكن عايز تنجو من النار زي ما قال القسيس الشادي،
اهرب إلى الله. اللي قدم ابنه والذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء. وأترك معاك آية جاءت في العهد القديم عن هذه النار علشان تتأكد أنها نار حقيقية، أشعياء 33:14: ارتعب في صهيون الخطاط. صهيون اللي هي طبعا يعني مدينة الرب تعتبر. أيوة. Yeah. ارتعب فيها مين؟ الخطاط. الخطاط. أخذت الرعدة المنافقين. ليه؟ قال من منا يسكن في نار آكلة؟ سؤال استنكاري. من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية يعني وقائد يعني نار ملتهبة إلى الأبد. إلى الأبد. أشكرك جدا جدا ربي باكك. طبعا احنا تقريبا بعد معنا دقيقة، أنا بتكلم مع أحبائنا المشاهدين وبقول لك بدي أرجع أقرأ الآية اللي عبرنا عليها بنشيد الأنشاد 8:6، وهذا كلام الكنيسة، كلام المؤمنين والمؤمنات، بتقول للمسيح بطريقة رمزية، لأن سفر نشيد الأنشاد هو سفر شعر وبيتكلم بين الحبيب والحبيبة، بين حبيبنا الله المسيح وبين الكنيسة اللي هي عروس المسيح بالمفهوم الروحاني. عفوا، بتقول له اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لأن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لظى الرب، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. وبقول لك سؤال، إذا جينا سألناك وقلنا لك ربنا بيحبك، برهلنا محبة الله، بتقول لي أعطاني ولاد، أعطاني بيت، أعطاني سيارة، أعطاني وأعطاني صحة وأعطاني قوة وأعطاني عمل، وبعدين رح يخدني على السماء. طيب إذا أنت مرضت رح تقول يا عم ليش ربنا مرضني مثلا، إذا خسرت أولادك هتقول يا ربنا أخذهم. فإذا المحبة اللي موجودة على الأرض مش مبرهنة بالأشياء، لكن محبة الله مبرهنة بعمل صليب ربنا يسوع المسيح. الله أحب الناس، الله بيّن محبته لنا، لأنه وبعد نحن خطاط مات المسيح بإنسانيته، مات المسيح لأجلنا. إذن الله بيقول هون عنه الكتاب أنه ما في شيء بيطفي محبته، لا أنهار ولا سيول ولا شيء. كل الموانع ما منعته أنه ينزل من السماء ويتجسد بهيئة بشر ويأخذ جسد من العذراء مريم ويموت بجسد الإنساني لأجلنا، ويقبل العار والاحتقار والرفض والبصق والضرب. وناس كتير بيقول لك كيف يابا عم تقبلوا أنه الله يهان إلى هذا الحد؟ الله استهان بكل شيء في المسيح حتى يخلصني ويخلصك. قل له اليوم يا رب أنا بشكرك لأجل هيدي الرحمة وهيدي النعمة والمحبة، بقبلك اليوم مخلص شخصي لحياتي، وأعطيني نعمة يا رب أني اغتسل بذبيحتك، بدم ذبيحتك، ذبيحة المسيح، ذبيحة الصليب، لأنه دم المسيح هو لمغفرة الخطايا. بتغتسل بالإيمان بتصير طاهر، بحل فيك روح الله القدوس وبتاخد حياة أبدية. وقل له يا رب بشكرك لأنك عطيتني حياة أبدية، لأنه بس تآمن وتصدق الله بيسكن فيك بقلبك، بيسكن بقلبك بالروح القدس. وللرب إلهنا أحب باقي الكرامة والمجد الدائم إلى أبد الآبدين. آمين. إلى اللقاء بحلقة جديدة أنت أن المسيح في مجيئه الرب معكم.